نلف نطلع الفستان بس. مين الموزتين؟ ابوس ايدك يا ياس. انا داخل وهو بص انا تريبل. لا تخش يمين شويه يعني يا جزمه. وعيدك ايوه اقصر كده هتاكل والله. الله يرضى عليك. الموبايل موبايل موبايل شمال يا حاجه شويه ولا يميني فين ولا فين بالظبط؟ استنى منك استنى يا اخي. ايدك يا اسمي. اتاك اقصر شويه اتاك. مين اللي بيدب ده؟ تاكي ده انت مش بني ادم. ما هو عشان كده عبد الله. يا ياسر بعد كده جبت له الدرايف عشان ما عادش حد يقول لي ياسر. لو جبت الدرايف كنت طفره صح. انما انت المره اللي ايه المره دي انا مش عارف تعمل نفسك عارف حضرتك اسرع وانت معنى ازاي عرفنا احنا بقى. متغربش يا ياسر. عم ده بكلمك كل ده. ما حدش يقدر يكلمك. والله بيكلمني. عامل قلق ليه؟ ليه وانا ياسر؟ ما مش عارف يا عم بقول لك اول مرة. خلاص الواحد فينا بقول لك تعدي الدنيا لبعض. هو شايف شغله وانت شايف شغله. بقول لك ايه؟ خلاص يا ابني تتفك
انا بسجل عندي برضه بقول عادي. انت عارف انك هتاخد الجيم ستار عادي. لا مش يا باشا، ما قالش نص نزل دماغك اتاكل.